أهلا وسهلا. في هذا الدرس راح نستكمل ما بدأنا فيه من الدروس السابقة، ومثل ما تعلمنا كيف نضيف خريطة، كون إني عارف الكوردينات هذه الخريطة، فأول شيء نضبط الكوردينات هذه للمنطقة المستهدفة. من Document نختار Properties، تطلع عندي الويندو هذه، نضغط على هذه القائمة، تطلع الويندو هذه متاع Coordinate System. نحدد هنا السيستم الخاص بها اللي هو WGS84، هذا نظام عالمي معتمد. نحط الاحداثيات بناء على هذا النظام لهذه الخريطة، اللي هي الخريطة هذه احداثياتها 1S اللي هي 1 South. نضغط على هيك بالدبل كليك، الديسبلاي بيكون فور اول في هذا النظام. دبل كليك بعدين دجري فورمات، نحدد الفورمات تبعها ونضغط على موافقة. تمام هيك، شات برو، حددت الكوردينات ونضيف الخريطة.